الفاشينيست الكويتية نبيلة تعثر على سحر أسود للتفريق بينها وبين جوزها وأولادها في حديقة منزلها عبارة عن راس ديك مقطوع. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداع رأيكم. حديقة بيتنا راس ديك مذبوح وبس راس الديك بحديقتنا. حيث أصرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل جدلا كبيرا بين المتابعين بسبب مقطع فيديو قالت فيه أنه تم العثور على سحر أسود داخل حديقة منزلها على شكل راس ديك مقطوع للتفريق بينها وبين جوزها وأطفالها. قالت نهى نبيل أنه أصيبت بالصدمة عندما وجدت هذا السحر رغم أنها تحيط منزلها بالكامل بكاميرات المراقبة من جميع الاتجاهات ولم تلاحظ هذا الأمر. لقيت شيء غريب بحديقتنا أنا كنت أصور وإذا أبا نوب ينادي لي ويقول لي في شيء غريب هنا واروح أشوف شنو ألاقي راس ديك مذبوح. أنا حقيقي مو مستوعبة ديك مذبوح بحديقتي والله من الخرعة مو قادرة استوعب شنو هاد الراس ديك عامل يعني بس بقول لك شيء راح أصيدك يلي حطيتي العمل. أنا بعرف إن ديك حسب اللون وهاد سحر تفريق بس راح أصيدك عندي كاميرات بكل مكان بالبيت والحديقة وراح أقطع راسك وأحطه مكان الديك. الفيديو أثار جدل كبير بين المتابعين الذين أبدوا دهشتهم مما قالته نهى نبيل في الوقت الذي أكد فيه البعض أن تلك الأمور تحدث بالفعل، بينما رفض بعض المتابعين هذا الأمر معتبرين أنه يكون أو ربما بقي طعم. أما الجمهور فقد علق قل أعوذ برب الفلق ما عاد في إيمان الحقد والحسد كتير هاليومين وكيف تمسك السحر بإيدك أنت ما بتعرفي أنه غلط تلمسيه. وآخر قال بس مو لازم يكون سحر ممكن قطة أو أكلت الديك ونطت رمت الراس بالحديقة شو عادي؟